السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش اخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. سعر خيالي لحذاء دنيا بطمة الذي أثار الجدل، إليكم التفاصيل. أشعلت النجمة المغربية دنيا بطمة منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بسبب ارتدائها حذاء بالكعب العالي باللون الفوشيا. وخطف حذاء دنيا بطمة الذي يندرج ضمن التشكيلات الجديدة التي أصدرتها الماركة العالمية للأزياء فالنتينو، خطف الأنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وأثار استغراب عدد كبير منهم. ويبلغ الحذاء الذي ارتدته الفنانة المغربية دنيا بطمة 870 جنيه استرليني، فيما يقدر سعر الحذاء بالدرهم المغربي بحوالي 11000 درهما. وتعد إطلالات الفنانة المغربية دنيا بطمة من الإطلالات التي تشد انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها وسعرها الخيالي. وتفاعل نشطاء موقع الانستغرام مع صورة الفنانة دنيا بطمة من خلال التعليقات، موجهين لها انتقادات بسبب إطلالاتها والتي وصفت بالجريئة ولا تناسبها كونها فنانة وأم لابنتين. ولفت الكعب العالي انتباه متابعي دنيا بطمة بسبب كبر حجمه وطوله، الأمر الذي عرضها لحملة سخرية من طرف بعض المعلقين. وفي سياق منفصل، انفصلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بشكل رسمي من زوجها ومدير أعمالها السابق المنتج البحريني محمد الترك. فكنتظر أخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.